اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، معكم ضابط عزام من قناه الشرطه والامن، وفي هذه الحلقه بحب اوجه تحيه خاصه لجميع الزملاء والمواطنين في كل مكان، وتحيه خاصه ايضا للجيش وقوات الامن والشرطه الجزائري، حيث ارسل لي واحد الزملاء من الشرطه الخاصه في الجزائر هذا الوشاح الجميل اللي عليه العلم، وكذلك عليه شعار ولايه الجزائر مكتوب هنا، وكذلك لاصق موجود عليه مجازر واحداث 8 ماي 1945. فحبيت اوجه تحيه خاصه للزملاء هناك. موضوع الفيديو اليوم عن مسدس الكثير من الناس طلبوا، اللي هو مسدس السيزي 75 المعروف بالمسدس التشيكي، مكتوب عليه موجود عليه المنجل والشاكوش والنجمه، وهي شعار الاتحاد السوفيتي، ومكتوب عليه ايضا بالروسي. خلال فترة الحرب الباردة كان فقط اللي يحصل عليه هما المحالفين الاتحاد السوفيتي، فاللي بسموهم الفريندلي كوميونست. لما الجيش في سنة 90-91 هجروا مواقعهم، فيعني هذا كان اعتباره نهاية الحرب الباردة وسقوط الشيوعية. عيار 9 ميلي السبطانة فيه 4.7 إنش تقريبا 12 سنتي، ويتسع ل 16 رصاصة زائد واحد، لكن في مخازن مصنوعة من شركة أخرى غير السيزي ممكن توضع فيها رصاصة زيادة أو رصاصتين. بالنسبة للسيفتي فيه موجود الثم سيفتي والمقبض بلاستيك لون أسود، وبالنسبة للسايتس هو اللي بسموه 3 دوت سيستم الثلاث نقاط. وزن المسدس حوالي كيلوغرام او 2.17 باوند. اسم سي زي هو اسم المسدس هذا، لكن هو اختصار لتشيسكا زبروجوفكا. تشوف مين ممكن يعيد الكلمه هاي 4-5 مرات على السريع. يلا ابدا ولا بلاش. اكثر مسدس من تم استخدامه في العالم من قبل قوات الامن والشرطه والجيش من اكثر من اي مسدس اخر. في عام 2007 تم إنتاج حوالي 1,000,000 قطعة من هذا المسدس فقط، وتم صناعته لأول مرة سنة 1975. في أواخر السبعينيات من القرن الماضي كان معظم عناصر الشرطة يحملوا هذا المسدسات معروفة بالبكرة الطاحونة، وبسبب قلة وجودة والثقة بمسدسات السيمي أوتوماتيك. لما أجي مسدس السيزي وعدد من المسدسات الأخرى يعني اكتسحوا السوق، رجعت أو صار الثقة أكثر بالمسدسات، والسبب الآخر أنه يتسع لي رصاصات أكثر من يعني 10 رصاصات على الأقل أكثر من المسدس الطاحونة. في سنة 1949 لما سيطر الاتحاد السوفيتي على تشيكوسلوفاكيا، سيطروا أيضا على مصانع الأسلحة، وكان اعتماد إنتاج السي زي 75 هو على الاستيراد والتصدير لبلاد أخرى، لكن بسبب حظر الاستيراد او تصدير الاستيراد من الاتحاد السوفيتي بالنسبه لبعض الدول اللي كانت ما تستنت او ما تستورد من الدول الشيوعيه مثل الولايات المتحده، ما توفر هذا المسدس عندنا في البلاد. لكن مع مطلع التسعينيات تغير هذا الحال، واصبح المسدس متوفر في الولايات المتحده وكثير من الدول الاخرى، وكذلك بنلاحظ انه الاقسام فيه منخفض، مما يسبب الدقه في المسدس وعدم الارتداد القوي، وراح نتطرق لهذا الموضوع بعد شوي. المسدس هذا مثل ما قلنا الشق او الفرزات هاي اللي موجوده عليها بالخارج مثل مسدس السيج موديل 210. المسدس هذا دبل اكشن وسنجل اكشن مثل ما ذكرنا، تطلع اول رصاصه من دبل اكشن بعدين الباقي بيطلق من سنجل. الديك ايضا له وضعيه سحب نص السحب اللي هو بهذا الشكل. الفرزات اللي في الاعلى شايفين هنا، اللي بيشوف المسدس هذا اللي عنده هذا المسدس او مسدسات اخرى موجود عليها الفرزات من الاعلى، السبب في ذلك انه بخفف من انعكاس الشمس او الضوء على وجه المستخدم. العيارات في هذا المسدس هو عيار 9 ميلي السي زي 75 عيار 9، وايضا في تصميم اخر مثل هو مثل الموديل هذا بيطلق ال 40، لكن موديل ال 97 هو اللي بيرمي عيار ال 45. وكذلك في هذا المسدس بيجي الحجم الكومباكت الصغير. ممكن واحد يسال انه كيف ممكن تفك وتركب هذا المسدس؟ اوكي، شيء مهم لازم نعرفه، شايفين
في خط موجود هنا في نهاية الأقسام، وكذلك في خط في الشاسي. الخطين الموجودين هنا لازم شو نعمل فيهم؟ بعد ما تتأكد إن المسدس فارغ لازم ترجع أو ما في رصاص في بيت النار في الحجرة، لازم شو تعمل؟ تطابق الخط الأول على الثاني أو العلوي على السفلي. بعدين اللي بدك تعمله ممكن إنه بالمخزن ممكن إنك تضرب على الجهة الثانية من آلية التفكيك بهذا الشكل، فبتطلع من هاي الجهة. شايفين كيف تطلع؟ والآن ممكن أسحب الإبرة أو آلية التفكيك الآن بهذا الشكل. فبلاحظ كيف الفرزات أو الأخدود هذا الموجود على الجنب من الخارج مش موجود على الداخل مثل مسدس البرتا. يعني نيجي الآن على مسدس البرتا نشوف كيف. الفرزات موجودة من الداخل، لكن هنا في هذا المسدس موجود من الخارج. كثير مسدسات بهذا الشكل. الزنبرك مع ايوه. سؤال على السريع، يمكن على التنظيف حديثا، كيف بتنظف؟ طبعا بفرشاه بتشيل الوسخ عنه. بعد التنظيف وكل شيء ممكن توضع نقاط زيت هنا في الفرزات هاي اللي بالداخل وبداخل يعني سقف او الاقسام من تحت. بيكون على الجزء العلوي من السبطانه شويه، بس ما بدك تحط كثير، تحط شويه. بعد تنظيف السبطانه بتحط هنا شويه زيت في الفرزات اللي من الاعلى. على القطع المتحركة أو اللي بيصير فيه احتكاك لازم تحط شوية، وأيضا في الخنادق هاي اللي على الجنب اليمين والشمال. بنرجع الأقسام عليه، بنرجع الخطين يكونوا بشكل عمودي، وبعدين تمت عملية تركيب المسدس. ممكن حد يسأل إنه كيف نعرف إنه هذا المسدس أصلي؟ شوف على الحامي الزناد كيف بشكل دائري او شبه دائري، لكن بتشوف البريتا يعني له زاويه. هذا الشيء اول. الشيء الثاني انه المسدس هذا معروف انه الديك بارز للخارج، بسموه السبر هامر. سبر يعني نتو او بارز، فهذا هو. بعدين بتلاحظ انه عليه اللوجو، بتلاحظ عليه الكتابات. لازم تكون عارف اللوجو الشركة كيف اللوجو الأصلي أو الشعار الشركة، هذا الشيء مهم تعرفه. شيء آخر بالنسبة لهذا المسدس، السدادة والشعيرة في نظام الروسي، وهو الرؤية فيه ليست مثالية. أنا حسب رأيي أنا بالنسبة للمحاسن والمساوئ أقول لك الأشياء اللي ما عجبتني فيه. أول شيء ما عجبني فيه الزناد، لأنه لما بدي أعمل ريسيت أو إعادة تشكيل الزناد طويل، يعني لما بدي اسحب الزناد بهذا الشكل ضغط الزناد، بعدين هو المسدس عمل ريسيت او عمل الدوره، فبدي ارجع اطلق الطلقه اللي وراها. اللي بصير انه في مسافه كبيره ولازم اتعود عليها. الاقسام فيه منخفض، لكن هذا الشيء بيساعد انه المسدس يكون يعني دقيق وفيش فيه ارتداد كثير. شيء اخر، المسدس يعني هذا قديم، تكنولوجيا قديمه اللي فيه. هذا ما هو خطا بتصميم المسدس، لانه في الوقت انذاك كان هذا الموجود. يعني لو يجي ميخائيل كلاشينكوف يصمم كلاشينكوف اليوم بيكون عليه تطويرات اكثر من الوضع اللي هو فيه الان. الشيء الثاني انه المقبض املس من الامام من الخلف، فبيكون سهل القبض على المسدس اكثر من مسدس البريتا. المسدس البريتا بنلاحظ عليه عريض، شايفين كيف؟ و يعني اللي ايده صغيره ممكن انه ما يقدر يثبت على هذا المسدس مثل ما بيعمل على المسدس الثاني. وزن المسدس الثقيل هذا بيخليه دقيق. ممكن حمل المسدس هذا والديك مسحوب بشكل كامل او نصف، ممكن تعمله بهذا الشكل والامان يكون شغال، او تحمله بشكل نصفي الان مثل هذا بهذا الشكل، بسهل عمليه سحب الزناد اكثر من لما بدك تعمله من دبل اكشن كامل. سال احد المشاهدين عن هذا المسدس لمين او مين ممكن يستخدمه، كمدني كرجال شرطه؟ نعم، لانه كثير من رجال الشرطه حول العالم استخدموا هذا النوع. هل يصلح للقوات الخاصه؟ احد المشاهدين سال.
يمكن في آنذاك في ذاك الوقت يعني أكيد هذا المسدس كان الخيار الأول. كثير من المحترفين بيقولوا إنه ترتيب هذا المسدس بيكون مع ال 1911 والبراونينج من ناحية الكواليتي، من ناحية الجودة، ومن ناحية الشهرة. سؤال آخر ورد بيقول: هل تجد صعوبة بتلقيم المسدس؟ لأنه أنا شفت فيه صعوبة بسبب صغر المغلاق. يمكن الشيء اللي بصعبه إنه نعم من هنا من الخلف أو الأقسام بيكون منخفض أكثر من المسدسات الأخرى. يعني تيجي على مسدس من الأنواع الأخرى ممكن إنه ما يكون الصعوبة بهذه الطريقة. أو مثلاً في مسدسات الـ 1911 بيكون مرتفع فممكن التحكم فيه أكثر. بالنسبة لسعر هذا المسدس يتراوح ما بين 700 و 1200 حسب يعني الجودة. بالنسبة ليش مش متوفر بالشرق الأوسط ما بعرف، هذا الشيء ممكن تسأله التجار اللي عندك. منى عديلة بتسأل إذا أو بسأل إذا هل هو مسدس قوي وأنصح فيه بالنسبة للـ CZ75. خلونا نشوف الرماية كيف الأداء فيه وبعدين أنتم بتكرروا. لكن معروف عنه، سمعته معروفة يعني طيبة جدا، ما في عليه أي تعليقات سلبية. بالنسبة لي أنصح فيه، أي شيء له سمعة أو أي نوع له سمعة قوية وممتازة ودارجة بين الناس وفي في سوق الأسلحة وبين خصوصا رجال الشرطة والأمن بيكون شيء يعني ممتاز. فدائما اطلع على السمعة، إنه الأداء إذا ما كان جيد معناه السمعة مش جيدة. والآن معكم في الرينج، نعمل رماية وفحص على المسدس نشوف كيف الارتداد فيه. الشيء اللي بحب أذكره أيضاً إنه المحرر المخزن موجود فقط من جهة واحدة وما بيركب على الجهة الثانية مثل المسدسات الجديدة، فهذه من التكنولوجيا القديمة اللي موجودة فيه. الشيء الثاني إنه المقبض من الخلف ممتد للخلف، لكن بنلاحظ الديك فيه ممتد أكثر منه، فممكن إنه يعني يضرب الايد وانت ترمي فيه. بس هذا هو الحاجه اللي ما عجبني فيه، انه هذه لو ممتده كمان شوي احسن، او لو الديك فيه اصغر شوي بيكون احسن. المهم نعبي المخزن الان ونشوف شو اللي نقدر نعمله فيه، نشوف كيف الارتداد فيه، طريقه الرمايه. من ناحيه القوه 9 ميلي، فراح نجرب فيه نوعين من الرصاص اللي هو البارابلم او واللوجر، نشوف شو الفرق بين الاثنين كيف بيضرب في نفس المسدس. وسعته احنا قلنا 16 رصاصة زائد واحد، راح نضع فيه 16 رصاصة ونضربهم مرة واحدة اشوف كيف بيصير. واو، شوف الراس. كل الضربات اللي صوبتها على الرأس مثل ما شايفين، وهي نتيجة التصويب في مسدس CZ75، ممتاز جدا جدا. المجموعة الثانية. اللي عنده أي أسئلة اتركوه بالأسفل، يعطيكم العافية.